طيب، يعطيكم العافية يا شباب. توقفنا المرة الماضية عند موضوع الدوال تبعت مكتبة السترينج، تمام؟ وحكينا إنه الدوال هاي ممكن أنت تشوفها بإنه تستدعي دالة دي اي ار لديها سترينج معين، تمام؟ شفنا لفينا على مجموعة من الدوال بهذا الشكل. عليكم السلام. والدوال اللي أنا بدي إياك تركز عليهم هي سجلت لك إياهم هنا. إيش هي الدوال؟ upper lower is upper is lower starts with ends with find is alpha is numeric strip split. هدول المطلوب منك 11 دالة، مطلوب منك إنه أنت تركز عليهم والباقي مش هالتركيز، تمام؟ دالة الأبر حكينا شو بتعمل؟ بتحول لك النص ل upper case. دالة اللور بتحوله ل lower case. إذا upper إذا lower تفحص إنه إذا كان كله capital أو كله small ترجع لك true false. وكذلك starts with وends with بترجع لك true وfalse. يعني هذه شو بترجع؟ capital هاي small هاي true false. وهاي نفس الشيء وهاي نفس الشيء وهاي نفس الشيء. هنا شو بترجع لي؟ بترجع لي ترجع لي اندكس. طبعا هذه خلينا نضيف كلمة returns، تمام؟ هذه بترجع كابيتال سمول، هذه بترجع ترو فولس، هاي بترجع وهاي بترجع وهاي بترجع، هذه بترجع اندكس. خلينا نشوف شو معنات انه هي بترجع اندكس. انه انا عندي الاس هلو احمد، فممكن احكي انه اس دوت فايند اي كابيتال. شو بتتوقع ترجع لك؟ الاندكس تبع الاي كابيتال. الاندكس تبع الاي كابيتال ايش هو؟ 0 1 2 3 4 5 6. يفترض ترجع لك 6. طيب لو طلبت حرف مش موجود، مثلا اس، بترجع لك ماينس 1. فبالتالي هنا بترجع الاندكس انه if the letter found، وهنا returns minus 1 if not found، تمام؟ فدائما خلي بالك من الشغلة هذه. دالة الفايند بترجع index، كان موجود بترجع الاندكس تبع الحرف، ما كانش موجود بترجع minus 1. وعشان تسترجع من المحاضرة الماضية شو معنات الاندكس، هاي زي السترينج اللي احنا اخذناه بمونتي بايثون. احنا الاندكس بنبدا 0 1 2 3 4 5 لغايه اخر شيء. فكل حرف له ترتيب، له اندكس في الذاكره، لانه هو عباره عن ليست اوف كاركترز. بس ممكن تسكر. تمام، واضح يا شباب؟ طيب دالة الـ is alpha is numeric، من اسمها مدام is شو بترجع؟ true false. طب شو بتتوقع بترجع true متى؟ is alpha alphabet بالضبط. إذا كان السترينج هذا عبارة عن أحرف فقط بترجع لك نعم، وهذا إذا كان أرقام فقط. خلينا نجربهم. يعني هنا لو حطيت لك string مثلا 1 2 3 dot is alpha بترجع لك false.
بينما لو قلت A B C true. طب لو كان خليط بيناتهم 1 2 3 false. لازم كلهم يكونوا أحرف أو كلهم يكونوا أرقام. نفس الإشي هذا ممكن أنت أستدعيها مع is a numeric بترجع لي true. نعم ترو تمام. طب لو ضفت لها 1A مثلا هذه بتصير فولس. تمام. هذه ايش ممكن تستفيد منها؟ ممكن اطلب منك اكتب لي برنامج بيجيب لي كل الارقام المذكوره في نص، ابحث لي عن كل الارقام المذكوره في نص، فممكن انه انت تستخدم تستعين بهاي الدوال تقدر تجيب لي هاي. كيف يعني؟ انت عندك نص معين في ارقام موجوده صحيح بتحطها مربوط بس الارقام. لا احنا حورجيك كيف تستخدم دالة التقطيع في الاول، فبالتالي بتقطع النص لكلمات. نعم. في عندي دالة ستريب. دالة الستريب تمام. هنا ريموف وايت removes space from right and left sides. طرف اليمين واليسار من السترينج بتروح بتشيل لي الوايت سبيس. ايش هو الوايت سبيس؟ هاي سجلت لك اياه هنا، اللي هو عبارة عن السبيس نفسه، سواء كان سبيس واحد او اثنين او ثلاثة او قد ما بدك، او السلاش تي تاب او السلاش ان نيو لاين. عشان تشوف التأثير خليني أعمل لك نص زي هيك. أقول لك إنه هنا هاي نص، هاي حطيت سبيس في البداية، هاي مثلا سلاش تي هالو أحمد سلاش ان ويلكم تو بايثون، وفي سبيس هنا. تمام. هذا النص خليني اخزن لك اياه مثلا في اس 3 بتساوي زي هيك. هاي اس 3 بيطلع لك زي هيك. هدول بالمناسبه احنا بنسميهم كنترول كاركترز. اي شيء قبليه سلاش هذا عباره عن، مش اي شيء، السلاش ان والسلاش تي هدول كنترول كاركترز، لانه بتتحكم في النص انه تزيد مسافه او تنزل سطر جديد، عشان هيك بنسميها كنترول كاركترز. لو عملت اس 3 بيظهر لي اياه مع الكنترول كاركترز زي هيك. متى الكنترول كاركترز هذه تتفعل؟ في جمله الطباعه. فبالتالي هنا برنت اس 3 شايف هي، انت عندك سبيس هنا والتاب تمام، هي فاضي تمام، وهي السلاش ان بعد احمد هي نزل سطر جديد، وفي سبيس هي موجود تمام. هجت ايش هذه؟ انت عندك سلاش تي تاب، وهي انت عندك السبيس في البدايه. هذول عباره عن شغلتين، اللي هو السلاش تي والسبيس اللي في الاول. هاي السلاش تي علمها زي هيك، هيا معلمه واضحه، هاي السبيس تمام. بعديها انت في عندك سبيس هيو هنا، وبعديها سلاش ان نزلنا سطر. بعد السلاش ان في سبيس وينه؟ هاي تمام. وبعد البايثون في سبيس، واضح؟ متى اخذت تاثيرها هذه الكنترول كاركترز؟ عند الطباعه تمام. اما السترينج اس 3 هاي بتظهر معها الكنترول كاركترز، لكن متى بتظهر تأثيرها؟ انه بعمل لك سلاش تي، بعمل لك تاب، وبعمل لك بنزل لك سطر جديد لما تعمل برنت. طيب الان احنا بدنا نعمل ستريب. ستريب معناها تشديب او تقليم. من وين؟ طبعا التقليم بيكون من الاطراف، من اليمين ومن اليسار. بدي اعمل تقليم لايش؟ للوايت سبيس. وايش اتفقنا الوايت سبيس؟ ثلاث شغلات، سبيس، المسطره، وسلاش تي وسلاش ان. فهي اس 3 دوت ستريب ايش بتلاحظ؟
هذه السبيس طارت وهاي ان شاء الله اللي في النص ضايل لانه حكينا انه الستريب تشديد من الاطراف. تمام واضح. طيب حكيت هاي الداله اللي هي الستريب حكيت لك انه بتعمل من الرايت والليفت، في منها انه بتعمل لك بس من اليمين وبس من اليسار. ايش هم الدوال هاي؟ هي ار ستريب بتعمل لك من الرايت سايد، سايد واحد تمام، وال ستريب بتعمل لك من الليفت سايد. فعليا انت لو فهمت هاي خلاص. فعشان هيك انا بقول لك بدي اياك تعتبر انه انت مطلوب منك 11 دالة، لانه الستريب خلاص صارت مفهومة، هذه من اليمين واليسار، ار ستريب يمين، ال ستريب يسار. تمام، هاي بدي اضيف لك اياها هنا تحت النقطة عشان انه انت فعليا مطالب ب 11 دالة. تمام. طيب دالة split فعليا returns a list of words، ترجع لي قائمة من الكلمات. هي فعليا النص بتروح بتقطعه على كلمات. على اي اساس بتقطع؟ على الوايت سبيس. تمام، فبالتالي بتعمل cut based on white space. نيجي لأس ثلاثة. تمام، هجيت أس ثلاثة دوت سبلت فعليا راح رجع لي لستة من الكلمات، كل كلمة لوحدها. حتى ما اعتبرش السلاش بالضبط، لانه انا قلت لك هو بقطع على اساس الوايت سبيس، بيجي بدور وين في هذه، ما دام من البدايه حتروح. اجينا للهلو، هلو لقيت سبيس قص، اخذ الهلو لحال. ايش الباقي؟ باقي النص هذا كله. بجيب المقص كمان مره، بيجي بدور لقينا هنا سبيس مع سلاش ان مع سبيس، هذا كله بعتبره وايت سبيس قص، اخذ احمد لحال بكمل. هذا سبيس عادي وحده بقص، فبالتالي الويلكم لحال والتو لحال. كيف؟ حتى لو كان تو سبيسز. فعشان هيك انا بقول لك وايت سبيس سواء كان سبيس واحد او اثنين بالضبط. فعشان هيك انت ممكن تقول انه هذا النص حط سبيسز قد ما بدك. هاي اس 3 دوت سبليت. هذه الداله كثير مهمه، لانه انا باجي بقول لك انه هاي نص بدك تجيب لي كل الكلمات. كيف بدك تجيب الكلمات؟ اول حاجه بدك تستدعي السبليت. خلي بالك سبليت مش ستريب، سبليت تقطيع لكلمات بالضبط. تمام واضح يا شباب؟ ستريب ستريب، انت عندك اي حاجه زياده من اليمين او اليسار، ايش المقصود بالزياده؟ هيا وايت سبيس، سواء كانت مسطره او مسطرتين او ثلاثه او وات ايفر، بالاضافه ل او سلاش تي او سلاش ان، هذول كلهم بعتبرهم وايت سبيس، ولو كانت موجوده من جهه اليمين او اليسار بشدبهم، بعملهم تقليم بقصقصهم. فبالتالي هذا السترينج ايش في انت عندك هنا؟ عندك من جهه اليمين في عندك سبيس وسلاش تي وكمان سبيس، ومن جهه الشمال سبيس. فلما عملنا ستريب، هاي الداله هذه استدعاء للستريب، ايش صار؟ السبيس اللي هنا راح، و السبيس والسلاش تي والسبيس راح. اللي في النص لا، بس يمين بس الاطراف، بس الاطراف هيها سبلت. قصديها جمله واحده مش هي كلمه. كيف جمله واحده؟ زي ما عملناها تو فوق.
بدك زميلكم بده يدخل دالة رقم 12 عنا في المطلوب عندك، تمام؟ هي دالة الجوين، دالة الجوين. فهنا كده ماشي، بس مفهومة؟ مفهومة. دالة الجوين ايش بتسوي؟ بتديله لستة، مش هذه السبليت بترجع لستة؟ تمام؟ وبروح بضمهم مع بعض وبحط الفاصل بيناتهم ايش؟ سبيس. فبالتالي بالضبط دالة الجوين صارت فبالتالي دالة الجوين بتضم لك السترينج بناء على فاصل محدد انت بدك اياه. لو فرضا انه انا قلت له بدي اضمهم مش على اساس السبيس، بدي احط فاصله منقوطه، بهذا الشكل ممكن تتغير الفاصل. هذا بدي اقول فاصله، تمام؟ فداله الجوين ايش بتاخذ؟ بتاخذ لسته من الكلمات، تمام؟ وهنا بتحط الفاصل دوت جوين، ضم لي هذا هدول النصوص اللي في الليستة هنا باستخدام هذا الفاصل. احنا استخدمنا السبيس هنا، فبالتالي انه فعليا هدول الكنترول كاركترز اللي موجودات في النص شال لي اياه، فبالتالي بالضبط. هذه شغله كثير مطلوبه انت عندك، يعني لو انت بدك تشتغل فريلانسر، في كثير من الزباين بيجيب لك نص وبقول لك النص هذا نظف لي الشغلات اللي موجودة في النص، انه حط لي اياها سبيس واحد بس. بس نحط جوين وجوين. كمل سبليت بالاول بعديها جوين. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب ناخذ مسائل. اكتب برنامج لإيجاد وطباعة كل الأرقام في نص معين. طبعا هنا يعني المسائل، طبيعة المسائل على الباب هذا، انه بطلب منك مسألة زي هيك، انا بقولكاش لا استخدم لا جوين ولا سبليت ولا از الفا ولا ستارتس وذ. انت اللي بدك تحدد ايش الدالة المناسبة عشان تجيب لك الحل من ال 12 دالة هدول، تمام؟ فبالتالي مدام انه هنا طباعة الارقام في نص معين، يبقى اول حاجة انت بدك تسوي بدك تقطع بالضبط، تستخدم سبليت. بعدين كيف بدك تعرف كل كلمة انه هذا عبارة عن رقم ولا احرف؟ is numeric، تمام؟ فبالتالي بتحطها في if statement بتلف عليهم زي. فبالتالي هاي انا عندي النص، رحت اخذته من الكيبورد، تمام؟ بعديها أول خطوة شو بدنا نسوي؟ بدنا نحولهم لكلمات. بالضبط. طبعا هاي الجملة سطر 7 مش لازم، ولكن أنا عشان أنت تشوف نتيجة التقطيع إنه عبارة عن لستة. بعديها بدك تلف عليهم كلمة كلمة. Forward in words. خلي بالك هاي اللستة تبعت الكلمات بعد التقطيع. هاي هاد iteration variable. بالضبط. إذا الكلمة هذه numeric is numeric اطبع لي. بالضبط. خلينا نجرب. Hi, my name is أحمد. I am 18 years. بدي أحط اختصار years old. My ID
is 1/2019 رقم الجامعة. تمام؟ فيفترض ايش يرجع لي؟ 18/1/2019 1/1/2 تمام؟ هذه لوناتج سطر 7 بالضبط. شايف كيف خطاهم كل واحدة؟ فبالتالي كل واحدة بروح بفحص انه هذه رقم ولا مش رقم، هذه رقم ولا مش رقم، وهكذا. فإذا تحقق الشرط بيطبع لك يا فبالتالي نص السؤال كمان مرة، اكتب لي برنامج لإيجاد أو استخراج جميع الأرقام من نص معين بالضبط. طيب ناخذ المسألة الثانية. وينها؟ هذه يا أستاذ لستة. يعني ناتج السبلت عبارة عن لست. كيف شكل اللست؟ مش أنت بتعرف لست الواحد أو هاي رينج أو لست رينج 10؟ تكون العناصر أنت عندك مفصولة بالكومة، عنصر 0 1 2 عدة عناصر الليست. فلما تكون كلمات فبالتالي الكلمة الأولى كومة الكلمة الثانية، أول ما تشوف هذا القوس خلاص أعرف أنه هو ليست. لا 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 لا، هذا بس ناتج جملة رقم 7 تمام، عشان أنت تشوف إيش ناتج السبلت. طيب else ليش؟ اذا تحقق الشرط تطبع لي، اذا ما تحققش الشرط بروح على الكلمه اللي وراها. ليش دائما انه لما يكون في اف لازم يكون في else؟ مش بالضروره. اه بصير يلف على احرف مش كلمات. لا مش صح المطلوب. هو فعليا ايش بيروح بيسوي؟ بيروح بلف على احرف وانا بدي كلمات، فلازم السبلت. لو انت ما عملتش سبلت، لو انت لفيت على النص هنا ان اس، فعليا بيروح بلف عليهم حرف حرف بالضبط بالضبط. دالة ريبليس أنا حاطها هنا، هاي دالة ريبليس. دالة ريبليس أكيد مرت عليكم. نعم. إيش بتعطي له؟ تو باراميترز، القيمة القديمة بالضبط، القيمة المراد استبدالها والقيمة الجديدة. فبالتالي هنا ممكن أقول له as dot replace hello b hi. تمام، فبالتالي حيشيل hello و hi. طيب ذكرت انه برضو لازم اتوسع شوية في دالة الفايند، فجيت بحكي لك عنها. بس دالة الريبليس، طب لو كان في عندي اكتر من هلو بالضبط. فبالتالي هنا انا لو كان انا عندي في النص هلو احمد هلو علي، ف حيبدل فيهم كلهم. لو بدنا بس نحدد ونحط وبنحط عدد اللي يغير بالضبط الرقم هذا، بس خلينا على قد هيك انه بعمل بغير فيهم كلهم. تمام، دالة الفايند الاس دوت فايند، احنا اتفقنا انه الاي الاندكس تبعها 6 والاس -1 لانه مش موجود. تمام، هاي الاس. طب لو حكيت الاي
واحد زيرو واحد هاي زيرو واحد. طب في كمان إيه؟ فهو بيرجع دائما الفيرست ماتش أول إيه لقاها تمام؟ طب لو بدنا الإندكس تبع الإيه الثانية كيف؟ فعليا الفايند هاي إذا أنت ما عطيتوش ولا حاجة إنه بس أديته الحرف هذا بروح ببدأ من الإندكس زيرو بروح ببدأ من الإندكس زيرو. لكن لو قلت له إنه أنا بديش من الإندكس زيرو ابدأ من الإندكس ثلاثة ساعتها بيكون في عنده المقدرة إنه هو يوجدها. تبدأ ليش من الأول ابدأ لي من إندكس ثلاثة هيو عد زيرو واحد اثنين ثلاثة ابدأ من هنا. فبالتالي هو بيدور في هذا النص فعليا بيقدر يلاقي الإي الثانية الإندكس تبعها. طيب لو خلينا الكود هذا عممناه أكتر بحيث إنه هذا الرقم أنا اخترته هيك اعتباطا ممكنش عارف أصلا وين الإي موجودة. فساعتها إيش بروح مسوي؟ position واحد بتساوي s dot find s e تمام هيك بجيب لي إندكس أول إي بالضبط. هجيت البوزيشن الثاني الإندكس الثاني تبع الإي بوزيشن اثنين إيش بتساوي s dot find الإي بوزيشن وان زائد واحد إبدالي بعد بالضبط. فبالتالي لو شفت بوزيشن اثنين بيجيب لك إياه فعلا تسعة. فبالتالي هنا الاندكس تبع الاي واحد بقول له لا ابدالي دور في اللي بعديه. فبالتالي بيكون في عنده فرصة انه لاقي الاي الثانية. تمام يا شباب هذا حيلزمنا الكلام في مسائل واضح واضح هاي هاد يعتبروا انه هو انا ما اديتوش ولا اشي بس اديته الحرف انه بيبدأ يدور من عند وين من عند الاندكس زيرو اندكس انا بحكي معناها من بداية السترينج. ممكن دالة الفايند اروح اديها رقم زي هنا اقول له بديش تبدأ لي تدور من بداية السترينج ابدأ لي من الاندكس الثالث تمام ابدأ لي من الاندكس الثالث. فبالتالي انت لما بديتش من الاول صار في عنده فرصة انه يلاقي الاي الثانية صح؟ ايوه ابدأ 0 1 2 3 هو فعليا بدأ يدور من هنا للاخر فبالتالي قدر يلاقي الاي الثانية. فاحنا كيف نعمم هذا الكلام؟ انا الثلاثة هذه اخترتها اعتباطا يمكن ما كنتش عارف الاندكس تبع الاي فساعتها بتروح انت بتحط هذا الكلام في متغيرات بتحط POS واحد position واحد اللي هو عبارة عن index أول E وهنا الفايند الثانية بقول له دور لي على الE بس ابتداء من الindex الأول من الE الأولى زائد واحد يعني بعديها عشان هيك زودنا عليها واحد تمام. يبقى position واحد اللي هو هذا المتغير زائد واحد معناها بعديها وضحت؟ نص نص تمام؟ طيب يبقى دالة الريبليس ودالة الفايند توسعنا فيهم نرجع للمسائل طيب
اكتب برنامج مسألة تانية، اكتب برنامج لإزالة جميع الكلمات الترحيبية من نص. بدي لك نص انبوت كل الكلمات الترحيبية بدك تزيل لي اياها تشيلها. تمام؟ وهنا حددت لك الكلمات الترحيبية، خلي بالك انه هي عبارة عن حصرت لك اياها، هالو هاي ويلكم. كيف ممكن ينحل؟ شو الدالة اللي استخدمها؟ دالة ريبليس. هذا حل. سبلت لحالها بنفعش، بدك معها حاجة اللي هي دالة ايش؟ جوين. وهذا بيشبه الحل الاول انه استخدمت ريبليس. كيف؟ لا، في ممكن انت تحلها بدون ريبليس. برضو توقع في الامتحان انه انا اجيب لك انه مسألة واحدة اقول لك بدي اياك تحل اياها بطريقتين. كيف انه كل ما يجوا الاحرف الكلمات نفسها بحطها في اف ستيتمنت. هذا الحل الثاني. تمام؟ يبقى خلينا نشوف الحل الاول. الحل الاول انه خليني عادي انقلها فوق هنا انا بدخل النص. الحل الاول فعليا انه دخلت النص اللي انا بدي اياه هنا، خزنته في ماي اس تي ار، فهنا بروح بعمل استبدال لكل كلمه ترحيبيه. الهاي استبدل لي اياها بايش؟ nothing empty string، string فاضي. تمام؟ خلي بالك هذه ماي اس تي ار دوت ريبليس، وخزنت النتيجه في وين؟ في ريزلت. بالضبط، لانه ممكن تكون موجوده في الاول، فبالتالي بيصير في عندك مسافة في البداية بدنا نشيلها، بنعمل ستريب. هجيت شلت الهاي، في عندك رسائل ترحيبية تانية، فايش بروح بسوي؟ انه الريزلت بتساوي ريزلت دوت ريبليس، فبالتالي بتكمل على الاستبدال. ما استخدمليش ماي سترينج، لا بتكمل على النتيجة الأولى اللي أنت استبدلت فيها، هايو ريزلت، هايو حطيتها هنا، ريزلت بتساوي ريزلت دوت ريبليس. هلو؟ لا، هيك بصير انه مرة بستبدل الهاي لحال، المرة الثانية هلو لحال، والمرة الثالثة ويلكم لحال، والنتيجة النهائية لآخر نتيجة اللي هو بكون مستبدل ويلكم لحال. أنا بدي أستبدلهم الثلاثة. تمام؟ كيف؟ ممكن انه هيك انت بتكتر متغيرات. لا، انا معني انه السترينج الاصلي هذا ما لمسوش، ما خزنش فيه. ممكن انا اقول ماي سترينج بتساوي ماي سترينج دوت ريبليس. ليش؟ لانه انا بدي اياه هي، وفي الحل الثاني هنا بدي اياه، فعشان هيك انا ما لمستوش هنا، خزنت النتيجه في ريزلت. ريزلت ممكن تعتبرها متغير واحد، وممكن زي ما حكى زميلك تعتبر ريزلت واحد ريزلت اثنين ريزلت ثلاثه، كل مره تعمل زي هيك. تمام؟ طيب، هذا الحل الاول. الحل الثاني انه احنا بدنا اول حاجه نقطع لكلمات، بروح بعرف empty string result نص فاضي، وبروح بلف على الكلمات. اذا الكلمه هذه بتساوي هاي او بتساوي هلو، او الكلمه هذه بتساوي ويلكم، كونتينيو. ليش؟ لانه بديش بالضبط روح على الكلمه اللي وراها كونتينيو. ايلس بروح بعمل كونكات كونكاتينيشن، انه الريزلت الامتي سترينج هذا حيضيف الكلمه. تمام؟ وحيضيف لي هنا سبيس عشان ما يطلع ليش الكلمات ملزقه في بعض. بالضبط. فهنا هاي اول ويلكم هلو اند ويلكم تو بايثون كورس. الكلمات الثلاثه موجوده. تمام، خليني انسخه
عشان هشغل أكثر من مرة. هاي الحل الأول. لاحظ إنه هاي هنا يفترض يكون في سبيس انشال بالستريب، تمام؟ هجيت هنا الهلو نفسها استبدلها بلا شيء، لكن لاحظ في سبيس قبلها وسبيس بعدها، عشان هيك في عندك اثنين سبيس. هذه أحسن، هذا الحل أحسن. هو الحل الثاني إنه أنت بالضبط تعمل كونكات وتستثني. وهنا لاحظ أنت عندك ويلكم، هيها أنت، هي لاحظ في عندك سبيسين، يبقى قبل الويلكم وبعد الويلكم بهذا الشكل، تمام؟ هنا ما فيش سبيسات بين الكلمات لأنه أنت مستخدم دالة السبريت، والكلمات هدول أنت بتستثنيهم بالكونتينيو. هنا بدي أبين لك تأثير هذه، إنه فعلياً أنت لو ما حطيتهاش بيطلع لك النتيجة ملزقة في بعض زي هيك. شايف النتيجة كيف طلعت؟ فضروري جداً إنه أنت لزق لي الكلمة وحط سبيس، وعشان أنت تشوف إيش اللي بيصير في كل لفة هاي الخطوة مش لازمة، بس أنا بدي أحط لك إياها. فعلياً بتلاقي إنه هو كل مرة بيلزق كلمة مطابقة للشروط. إيش هي الشروط؟ إنه لا تكون هاي ولا هلو ولا ويلكم. فشوف، شايف في اللفة هذه عمل كونكات مع empty string مع الأول، بعديها اللفة اللي وراها all مع and، هذه عمل كونكات لتو معاهم صارت and all two، وهذه بايثون عمل كونكات للبايثون مع السترينج اللي قبله and all to python وهكذا. بالضبط. فهنا فعليا هاي الجملة مش لازمة، بس انا حطيت لك اياها عشان تشوف ايش بيصير في كل لفة. هاي عملت لها كومنت، تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب، يبقى هاي أخذناها، تمام، وهاي أخذناها. شوف مسألة ثالثة، اكتب برنامج لإزالة كل الأرقام من النص. شو الدوال اللي بستخدمها؟ split طبيعة الحال. شو كمان؟ is numeric، تمام. وشو بستخدم كمان؟ left مع concat. بالضبط. فبالتالي هاي السترينج تبعي رحت قسمته، عرفت empty string، لفيت عليهم. إذا الكلمة هذه is alpha فايش راح يسوي؟ راح يعمل concat للريزلت الكلمة هذه وضيف space. فبالتالي فعليا هو حيستثني مين؟ الأرقام. فهنا My name is Ahmed. I am 18 years old. My ID number is 1/2019. ايش راح يستثني؟ 18. شو كمان؟ الرقم الجامعي. وهذا عبارة من الألفابت. الفابت من A إلى Z، كابيتال وسمول. هذا مش ألفا، بت مش من الأحرف الأبجدية، فحيستبدله nothing أو حيستثني يعني. وهذا كذلك بالضبط. كيف؟ طبعا هدول punctuations. نعم. هنا my name is Ahmed. I am، شايف هاي انشالت. فبالتالي I am 18 انشالت، و
اللي هي رمز النمبر انشالت، وهذا الرقم الرقم الجامعي انشال. الفصل اللي وراه قبليها صح، السبيس اللي وراه قبليها كيف؟ حطيت سبيس وراه قبليها صحيح؟ وين سبيس وراه قبليها؟ ورا 18 الكلمة اللي كتبتها. اه هو مشيلها مع السبيس يعني. ما احنا مش عملنا سبليت في الأول قطعنا. بالضبط. بالضبط. هذه ممكن تطبع الوردز بيجيب لك اياهم انه زي هيك. وهنا نفس الفكره انه كل مره بطبع لك شو النتيجه اللي بتطلع معها لغايه لما تتشكل النتيجه النهائيه. فهاي في البيت انت ممكن انه انت تشيل الكومنت عليها وتشغل وتجرب. تمام. كمان مسألة. هذه أخذناها صح، إزالة كل الأرقام، وهذه إزالة كل الكلمات الترحيبية، وهذه إيجاد الأرقام في نص. هيا نشوف هاي. اكتب برنامج لإيجاد الكلمات التي تبدأ بحرف كبير. أبر وإيش كمان؟ سبلت. سبلت أكيد في الأول. وإز أبر. إز ألفا. ما هو إز ألفا لما أنت تيجي تقول مثلا عندك هنا واحد دوت إز ألفا بوكس، أو لما تيجي تقول له هنا إز أبر، مش أبر، الأبر بيرجع لك ترو بس للأحرف الكبيرة. فبالتالي ايش الحل؟ باخذ هنا النص تبعي بنقطع. ممكن تستغني على الخطوة، ممكن تستغني على الخطوة هاي for word in mystr. نفس الفكرة. بعدين إذا هذه بفحص إنه الكلمة كلها كابيتال. أنا إيش حكي لك؟ تبدأ بحرف بغض النظر عن بقية الأحرف. starts with إنه بتفحص إنه بتبدأ بحرف معين، وأنا طالب كابيتال. كيف؟ ايش الحل؟ ما هو الحل؟ الحل في ايش؟ is upper zero. هيك؟ هيك؟ انت قربت بس غلط. محاولة ثانية. find find. أنا بديش index، أنا بدي أول حرف. وين أحطهم؟ هنا. أنت قربت أكتر بس غلط برضو. كيف؟ باقي القسمة ملوش علاقة خالص بالمرة. خلي بالك كمان مرة، أول حرف في الكلمة أنت قطعت لكلمات ماشي صفر، إحنا متفقين إنه صفر، بس وين حطها؟ وين؟ تحت الشرط؟ لا بعادت خالص. قبل الشرط. قبل الشرط؟
عندي ستر من فوق وعندي سبليت. لا أنا بتفحص كل كلمة أول حرف فيها. كيف؟ كيف؟ تخلى إيش؟ يعني أعمل سبلة بعد جملة الإدخال. طب ما هي في سبلة بعد جملة الإدخال، هيك هو بقطع على كلمات. يعني أي أنت بدك ترجعني هاي words بتساوي وهنا هيك أوضح. أنت فعليا بتلف على كلمات، أنا بدي من الكلمة أول حرف. string يا جماعة، string عبارة عن إيش؟ عبارة عن إيش؟ list of إيش؟ list of characters. فبالتالي فعليا أنت لما تقول زي هيك الكلمة هذه أول حرف فيها dot is upper. ماشي احنا متفقين انه اندكس، بس انتوا كنتوا مركزين على وين؟ هنا. بس التريك انه انت وين تستخدمها هنا، تمام؟ فاذا كان اول حرف is upper بطبع الكلمة كلها، تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ أول حرف لما يلاقيه أبر بطبع لي. هنا هاي بايثون is cool مش صح؟ بايثون cool ولا مش cool؟ cool على الآخر. إيش المفروض يرجع لي؟ البايثون والcool رجع لك الكلمة كلها، تمام؟ هاي و is لا بالضبط. واضح؟ كيف؟ كيف يعني جملة واحدة؟ مش فاهم عليك. نعم. كان الباب بالله يا زلمة مشكلة. أنت بدك تطالع؟ ماشي. فهنا فإحنا إيش بنروح بنسوي؟ بنروح وفعليا مش كتير منطقي السؤال. ليش؟ لأنه ببساطة ممكن إنه أنا إيش أسوي هذا كله زي هيك ألغيه وأقول print my str dot lower. بس ترى أنت لما تشغل إنه هاي python is cool صار كله small. لكن اذا احنا اذا زي ما هو بيقول انه انا طلبت شغله انه هيك تركايه انه خليني اعملها برنت بورت واحط لك اياها في مساله جديده. تمام. هاي بايثون از كول ونبدا مساله جديده find capital letters with and concat.
اكتب برنامج لإيجاد الكلمات اللي بتبدأ بحرف كبير، تمام، وقم بإضافة أندرسكور قبل أو بدنا نعمل هاشتاج عشان السوشيال ميديا، تمام، إضافة هاشتاج قبل هذه الكلمة. هذه إنه زي ما أنت بتقول إنه زي هيك، فبالتالي هنا بعرف الريزلت. هنا هذه الريزلت خلينا نشيلها لأنه مش من ضمن الحل عشان ما تتلخبطوش. وهنا بنقول إنه إذا كانت هنا بعرف الريزلت بتساوي كذا، إذا كانت الكلمة is أبر فساعتها بقول إنه result plus equal الهاشتاج plus الword plus the space. وهنا else result plus equal الword plus space. يبقى إذا كانت أبر بس بده يضيف الهاشتاج قبلها، إذا غير هيك بس بأنه بده يضيف إنه يضيف الكلمة مع سبيس، إنه خليها زي ما هي. فبالتالي كلمة بايثون وكول يفترض إنه تنحط لها هاشتاج عشان تعمل بوست على السوشيال ميديا مثلا، زي عشانها أبر كيس إنه بدنا نحطها بهاشتاج. وهذه انت لو بتشتغل فريلانسر في كتير انه زي هيك، انه كل الكلمات اللي مثلا بتبدأ بكذا او كلمة كذا انه بديك تحط اللي لها هاشتاج، فبتبحث عنها وبتضيف لها هاشتاج. فهنا hello python is cool I like Python course. تمام. فبالتالي ضاف هاشتاج للبايثون والكول والبايثون الثانية. كل اللي بيبدأ بكابيتال راح ضاف له هاشتاج بهذا الشكل. تمام يا شباب. كل بداية جملة أبر كيس. يعني أنت عندك هاي مثلا أس 3 أو أس 2، طيب أس بتساوي هلو أحمد، تمام، ثالث كابيتالايز، بس ما ركزتش عليها كتير أنا، قلت لك ركز على الليستة هذه. ثالث الكابيتالايز إحنا شرحناها المرة الماضية، بس هي فعليا بتخلي لك أول حرف في الجملة كابيتال، تمام؟ بالضبط. واضح يا شباب؟ في أي حدا عنده سؤال؟ في أي سؤال؟ كيف؟ إن شاء الله. يعطيكم العافية.